خلينا نتكلم طبعا عن حاجات مهمه جدا لكل استعدادات الدور. مسلسل زي ده يمكن كانت حاله انه كان كل الفنانين بيتباروا او يعني نفسهم، يعني كان كل حد عايز يشارك في هذا العمل. عايز ابدا بالفنانه القديره ماجده منير والده التكفيري السيناوي. مش محتاجه طبعا اتكلم على الاداء والابداع والاتقان، لان طبعا حضرتك ليكي تاريخ كبير جدا من الفن والاداء والعبقريه و40 سنه مسرح، يعني احنا بنتكلم في حاجه. لكن الاستعداد للدور جه ازاي؟ انا عايزه بقى امسك من البدايه، اتعرض على حضرتك الدور ازاي واستعدتي له ازاي؟ يعني ظروف عرض المشاركه في الاختيار، استقبلتي الدور ده ازاي وابتديتي تستعدي له ازاي؟ اللي رشحني للدور المخرج الجميل بيتر ميمي، رشحني بناء على ان انا اشتغلت معاه في كلبش 2 السنه اللي قبل اللي فاتت. فالحقيقه هو عارفني كويس قوي وعارف امكانياتي شكلها ايه، فوظفني صح. هو يعني بيعرف يختار الممثل المناسب في المكان المناسب، حقيقه يعني دي ميزه كبيره قوي فيه. فهو رشحني في الدور ده، وانا بصراحه مع بيتر ميمي او ممكن اعمل اي حاجه، انا بحبه بحب اشتغل معاه قوي قوي. هو مخرج هادي ولطيف واللوكيشن بتاعه مريح جدا يعني، وشاطر. فرشحني، قلت لهم طيب ماشي واشوف الدور. قريت الدور عجبني قوي، رغم من قصره، لكن قلت انا مش عايزه اكتر من كده، ده يعني يشبعني كممثله. لان لما قريت الورق حسيت ان في مشاعر كتيره مختلطه ببعضها، يعني يدي الممثل مساحه انه يعمل اللي هو نفسه فيه اللي عايزه. صحيح، ومعروف عن حضرتك انك مش من الناس اللي بتجري ورا الفرقعه قد ما بتحبي تستمتعي بالحاجه اللي انت بتعمليها. يعني ده باين، بيبان على فكره جدا. يعني المتلقي اللي عنده خبره المشاهده بياخد باله قوي من اللي بينحت الدور زي ما بنقول كده باللفظ بتاع الوسط بتاعنا، او اللي فعلا عامله باحساس وباستمتاع وبخبره. ده صحيح، يعني لان اغلب التعليقات كانت بالمعنى اللي حضرتك بتقوليه ده.